أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول في الحديث: وليس وراء ذلك مقدار حبة خردل من إيمان. معناه أن الذي ينكر أن الذي لا ينكر المنكر لا يكون في قلبه إيمان. الذي لا ينكر المنكر بقلبه، آخر شيء الإنكار بالقلب. فالذي لا ينكر بقلبه معناه موافق أهل المعاصي، يكون مثلهم. نعم.